لو انا كنطيب وانا كنتعلم شي حاجه جديده وماستر شيف غادي يكون سبب انني نزيد نتعلم. عبد الصمد ملي بديتي وانت كتطرب ديروا اخر تطريبه بارك عليها. والله ما نخمم والله رد قلبي خلي لي امي تصرف دابا يفرج ربي. هذا الكلام صعيب صعيب في الطياب لانه هو ملي كيطيب تيولي بحال تيتجمع تيتكمش يعني ما كيخصوش يطيب بزاف. النجوم قطعوا مراحل مهمه في التحضيرات ديالهم وكان لابد من تدخل الحكام باش يوجهوهم للطريق الصحيح. عبد الصمد سيدي وي شاف شتكم اني ميم ناس صافا صافا دابا انا التخريبيشات هادو خفتهم لي يخرجوا لي في الريزلت فينال. هادي ماشي تخريبيشه ودابا هادشي راه تكملتي. ايه صافي كملت غادي نديرو دابا دير لي دابا في الفرن فوالا. سخنتي الفرن قبل وي شحال درجه؟ درجه شحال هادشي؟ 110 110 الزيت نزيد مازال ورد ليه البال وما تبقاش تتحل الفرن وتسدو راك عرفتيها. 6 وحده شحال الوقت الفران؟ 20 دقيقة فوالا. حيت كيجي كيدوز كيعطيك ملاحظة ولكن إلا عرفتي كيفاش تسمع لهذيك الملاحظة ممكن تخرج منها فكرة. فراسك أنت أصعب عندك أصعب اختبار اللي كاين لأنه ها هو كل شيء حلو ولكن صعيب لأنه ما يمكنكش دير إما شي حلوة ولا شي. إكزاكتومون إيه لأنه أنا ما عمرني طيبت الحلوة جامي في حياتي. كنطيب أنا غير القس الماكلة وداك الشيء سيرتو الملح. وإلا ما صدقاتش؟ وإلا ما صدقاتش غادي ندعي الشوفي. ادعي في دعيتك لله يا شوفي عرفتي جابها لاصقه قال لك ها شاب لي الفانيد ولكن هو بغى يتهلا فيك قال بان وراه يتهلا فيك. شكرا على الشوفي عرفت بانه عندك اللوينات تما في الطبق ديالك الا كنتي حطيتيه عرف بانه خصك بزاف الحوايج والمكونات اللي خدمتي. شكون اي المكونات اللي خدمتي الربعه اللي هما اجباريين؟ دابا خدمت البيض هذاك اجباري بعد هذا غير راه عندك ثاني ربعه غيرهم. لا غادي 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 نحاول نخدم شويه الكونفيتير وسميتو وهادو هادو نقدر نشويهم تقدر ونزين بهم فوالا. هذا الشيء اللي قررت. الحلاوه كتبغي اللوان اكزاكتو واللوان حتى في الشوفه لانه الا طلعت لك الا طلعت لك الكيكه زينه راه غادي تكون يا سلام. ايوا كانت ويلا نسلات كل شيء مشى مشى